الجامعة الكاثوليكية في أربيل. بشرى سارة تزفها الجامعة الكاثوليكية في أربيل كجامعة علمية أكاديمية للجميع بالإعلان عن بدء التسجيل للطلبة الأعزاء خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأدبي المهني للعام الدراسي 2016-2017. أقسام الجامعة: المحاسبة، الاقتصاد، العلاقات الدولية، تكنولوجيا المعلومات، علوم الكمبيوتر، اللغة الإنجليزية والدراسات الشرقية. من ميزات الجامعة الكاثوليكية في أربيل: تكون الدراسة باللغة الإنجليزية في حرم الجامعة الجديد. الجامعة الكاثوليكية في أربيل جزء من الاتحاد العالمي للجامعات الكاثوليكية، بحيث يستطيع خريجوها مواصلة دراستهم في جامعاتها. أجور الدراسة في الجامعة الكاثوليكية في أربيل مناسبة وبأقساط مريحة. على الراغبين بالتسجيل الاتصال على الرقم 0750-601-3333 أو زيارة حرم الجامعة في منطقة 189 عنكاوة أربيل. الجامعة الكاثوليكية في أربيل